أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. مصطلح اليوم هو نفط برنت. هناك أنواع مختلفة من النفط الخام الثقيل والسائل غير المكرر الذي يستخرج من الحفر تحت الأرض، وبعضها مرغوب فيه أكثر من غيرها. على سبيل المثال، من السهل على المصافي تكرير البنزين ووقود الديزل من النفط منخفض الكبريت أو الحلو مقارنة بالنفط الذي يتواجد فيه الكبريت بتركيزات عالية. وبشكل عام يتم تفضيل الخام منخفض الكثافة أو الخفيف مقارنة بالخام عالي الكثافة لنفس السبب. ويشكل مصدر النفط فرقا أيضا إذا كنت من مشتري النفط. كلما كانت تكلفة توصيل المنتج أعلى، كلما كنت على استعداد أقل لدفع ثمنه. من وجهة نظر النقل، للنفط المستخرج في البحر مزايا معينة أكثر من الإمدادات البرية التي تعتمد على قدرة خطوط الأنابيب. لقد تم اكتشاف خام برنت بحر الشمال أوائل الستينات، ويتم الحصول عليه الآن في المقام الأول من المملكة المتحدة والنرويج والدنمارك وهولندا وألمانيا. وخام برنت ليس خفيفا أو حلوا مثل خام غرب تكساس الوسيط. يتوفر خام برنت أكثر، وعند تسعير معظم النفط يستخدم خام برنت كمعيار. ومع ذلك ففي الولايات المتحدة خام غرب تكساس الوسيط هو المقياس المفضل، ويتم إنتاج خام برنت بالقرب من البحر، لذلك تكاليف نقله أقل بكثير. بالمقابل ينتج غرب تكساس الوسيط في مناطق غير الساحلية، مما يجعل تكاليف النقل أعلى. بسبب التقدم في عمليات التنقيب عن النفط والتكثير في السنوات الأخيرة، أصبح غرب تكساس الوسيط أرخص من نفط برنت الخام. وقبل ذلك كان العكس هو الصحيح.